كيفاشكم الحال؟ انتم تشوفوا هذا الفيديو، فيديو اليوم راح يكون تحدي الالغاز من نسخه رمضانيه. بما انه نحن في شهر رمضان راح يكونوا اسئله متعلقه بهذا الشهر، ورمضان مبارك على الجميع. وخلينا قبل نبدا حطوا كثير لايكات للفيديو، شاركوا في القناه وفعلوا الجرس مشان يوصلكم كل الفيديوهات الجايه. ورمضان مبارك على الجميع، وليتس جو. خلونا نشوف أول ما هو ترتيب شهر رمضان المبارك في الأشهر الهجرية، الخامس أو السابع أو التاسع. يا الله ما أعرف ترتيبه، بس خلونا نحسب أنا وياكم. عنا في أوكي نوقف يعني مشان ما يمر الوقت. عنا محرم سفر، محرم سفر، ربيع الأول، ربيع الثاني، جماد الأولى، جماد الثانية، رجب، شعبان، رمضان، التاسع. نعم التاسع. ما كنت بعرف صراحة ترتيبه، بس بعرف الأشهر العربية الحمد لله، بس ترتيبه صراحة ما كنت بعرفه مع الأسف. بس الآن صرت بعرفه، يعني التاسع. أوكي يعني هو قريب يعني من نهاية السنة. كنت بظن إنه الوسط، مين مثلي؟ والله كنت بظن الوسط. التاسع، يس، جوابي صحيح. مين جواب صحيح على هذا السؤال؟ مين كان بيعرف؟ خبروني بالتعليقات. اللغز رقم 2، خلينا نشوف صراحة يعني راح نشوف ألغاز خاصة برمضان، هذا شيء حلو. ما معنى كلمة رمضان؟ الأرض التي تعرضت للحرارة، العطش والحاجة للماء، حب الخير والعطاء. أو ماي جاد، صراحة لأول مرة بسمع بهذا السؤال. كلمة رمضان ولا مرة صراحة يعني بحثت عنها، بس راح أقول يعني أنا راح أقول جوابه، بس يعني بظن إنه راح يكون حب الخير والعطاء. أنا بقول هذا الجواب، الجواب رقم 3. ما بعرف إذا كان جوابي صحيح، ما متأكدة، بس راح أقول هذا وصافي. يعني هي كلمة باللغة العربية ما كنت بعرف صراحة، ما كنت بعرفها. يا رب يكون جوابنا صحيح، بنشوف. انتوا ايضا جاوبوا، اختاروا اجابه، انا اختاريت بشكل عشوائي. الارض التي تعرضت للحراره، لحراره الشمس. او ماي جاد، ما كنت بعرف صراحه لاول مره، يعني هذه راح نستفيد منها ايضا. يعني اضف الى معلوماتنا. من اول من صام في الاسلام؟ نوح عليه السلام، او ادم عليه السلام، او محمد عليه السلام. ما بعرف صراحة، يعني ما بعرف بالضبط، بس بقول انه اول نبي هو ادم عليه السلام. بقول ادم بما انه هو اول نبي، بس ما بعرف اذا كان ما كان رمضان في ذاك الوقت، بس ممكن يكون كان بيصوم، ما بعرف، مو متأكدة من جوابي صراحة. بتمنى يكون جوابنا صحيح، بنشوف. ادم عليه السلام، نعم يعني ادم عليه السلام، يعني مع انه ممكن يكون يعني ما كان الصيام فذاك الوقت، ما كان رمضان، ما بعرف، ما كان على ما اظن، بس يعني الانبياء كانوا يعني بينزل عليهم وحي، كانوا بيصوموا بيصلوا ايضا، يعني هذه الاشياء متاكده منها. رابعا بنشوف السؤال الرابع، ما هو الشهر الذي ياتي بعد شهر رمضان؟ انا قلتها قبل شوي، لا ما قلتها، انا وقفت عند رمضان. نعم وقفت عند رمضان. شعبان او شوال او محرم؟ انتوا جاوبوا. معروف يعني مبين، وهو بنصوم فيه 6 ايام. ما راح اقول الاجابه، خليكم انتوا تفكروا، لانه انا بعرف هذا السؤال. محرم يعني مبين اي شهر محرم، الكثير بيعرفوه، هو شهر الأول. يعني شعبان هو الشهر اللي بيجي قبل شهر رمضان، شعبان رمضان، وشوال هو اللي ورا رمضان، يعني هو اللي بعد رمضان، بيصوموا فيه الناس 6 أيام. لا تنسوا صيام 6 أيام من شوال، شهر شوال. نعم جوابي صحيح، شوال. خامسا خلينا نشوف السؤال الخامس، خذ أول حرف من كل شيء وأعرف الكلمة المخفية. هذه شو؟ اوكي راح اقول، حاول قول، ما اقول اجابه مشان انتم ايضا تجاوبوا. هذه صا، اوكي ما راح اقول. اوكي عرفتها. اوكي انتم عرفتوها، سهل الجواب صراحه، راح اخلي الوقت يمر وانتم ايضا تجاوبوا. سهله، اوكي شوي راح اقول لكم شو هم الكلمات. اوكي الاولى عندنا هي صبار، يعني رح ناخذ حرف الصاد. الثانيه يد، رح ناخذ حرف الياء. اناناس الف، والمرآة ميم، يعني هي صيام. نعم صيام، قلت لكم الفيديو برعايه رمضان، يعني في كل شيء عنده علاقه برمضان، صيام رمضان، شوال شعبان رمضان. صيام، نعم يس. او
ماي جود جاوبت على كل الأسئلة، شكل أسئلة حلوة وسهلة كتير. سادسا أتمنى أنتوا أيضا تكونوا جاوبتوا على كل الأسئلة صحيحة. ما هو الشيء الذي يأتي في السنة مرتين ونشتري له ثوبين ونحضر له ليلتين؟ بدأت الأسئلة الصعبة. ما هو الشيء الذي يأتي في السنة مرتين ونشتري له ثوبين ونحضر له ليلتين؟ ما هو الشيء الذي يأتي في السنة مرتين ونشتري له ثوبين ونحضر؟ الولادة والموت، يعني الكفن وثوب لما بنولد بنلبسه ليلتين. ما بعرف، راح خلي الوقت يمر. صراحة سؤال صعب، والله صعب. ما هو الشيء الذي يأتي في السنة مرتين؟ في السنة يعني، في السنة يعني هو تابع للسنة. و عرفت الجواب، حتى قرب ينتهي الوقت. بقول أنا العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى، يعني بقول هادو يعني هم اللي بيجوا مرتين يعني. أوكي، في السنة، غبية أنا، في السنة قلت السنة، والله غبية. في السنة هو العيد، يعني في السنة الواحدة بيجي مرتين. نعم العيد، يس، عيد الفطر وعيد الأضحى هم العيدين اللي عندنا عيدين، ورح يجي عيد الفطر إن شاء الله ونفرح به إن شاء الله. عيد سعيد، نننننننن. بتعجبني هذه الأغنية مع إنه ما حافظها. عيد مبارك، ما حافظها. المهم بتعجبني. سابعا، أوكي، من منهم ليس صائم؟ او ماي جاد، هذه الحركه اللي بيعملها مين ما عملها ونحن صغار. او ماي جاد، هذه الحركه تبع اعمل فمك هيك مشان اعرفك انت صائم او لا. كنا بنقول له يعني اذا كان فمه ابيض بنقول له انه صائم، بس اذا كان احمر ما انه صائم هيك يعني. انا بدون هيك، جاوبوني انتوا هل كنتوا بتعملوها؟ ومين لسه بيعملها؟ انا ما اعملها الان لانه يعني صرنا كبار، ما لنا صغار. طبعا رح نكون صايمين لانه يعني الان اجباري. في لما كنا صغار كان ما كنا بالغين، يعني ما كنا واصلين سن الصيام، كنا عادي بنصوم يعني مع والدينا وهيك شيء. المهم بنشوف هادو مين. ايضا هو فم واحد احمر وواحد ابيض، يعني اللي ليس صائم هو بي، يعني اللي فمه احمر. انا بقول هيك، انتوا شو بتقولوا؟ يعني هذه طبقوا نفس المقوله، اللي فمه أبيض بيكون صائم، المسكين بيكون عطشان ما نواكل ما يعني كتير أشياء. البي هو اللي فمه أحمر هو اللي ما نصائم. من منهم ليس صائم؟ إذا عرفت الشخص المفطر في رمضان اضغط لايك. نعم عرفنا، اضغطوا لايك. ما خبرونا الإجابة مع الأسف. أو ماي جاد، ما في إجابة، بس يعني نعم يعني انا بظن انه بي. اذا كنتوا ايضا انتوا بتقولوا انه بي، جاوبوني بالتعليقات وراح احط قلوب على الاجابه الصحيحه. اوكي، لا تنسوا خبروني بالتعليقات. وبس كده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. اذا عجبكم حطوا كتير لايكات للفيديو، شاركوا في القناه وفعلوا الجرس مشان يوصلكم كل الفيديوهات الجايه. بشوفكم بالفيديو الجاي، باي.